وينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة المغربية الرباط محمد جدري الأكاديمي وخبير الاقتصاد السياسي. مرحبا بك معنا سيد محمد في هذه النشرة على القاهرة الإخبارية. إذن تنعقد القمة الإفريقية الأمريكية وعين على الصين والأخرى على روسيا، وبالتالي أي أفاق اقتصادية يمكن أن تقدم للدول الإفريقية اللي واضح بأن واشنطن تحاول الآن خطب ودها بكل السبل؟ أعتقد بأن القمة يعني الإفريقية الأمريكية هي تأتي رغم أنها يعني مقررة منذ وقت بعيد، لكنها تأتي في سياق دولي متسم باللا يقين على المستوى العالمي، بحيث أن اليوم يعني نرى بأن مجموعة من الدول الإفريقية هي متأثرة بهذه الحرب الروسية الأوكرانية، كذلك متأثرة بالتضخم العالمي الذي وصل إلى مستويات قياسية، وكذلك بالتقلبات المناخية التي أثرت بشكل كبير على المحاصيل الفلاحية. وبالتالي فإن يعني الولايات الأمريكية هي لا ترى بعين الرضا هذا النفوذ الصيني والروسي يعني في إفريقيا، لأن إفريقيا هي المستقبل بالنسبة للعالم. إفريقيا تتوفر على مجموعة من المواد الأولية، أتوفر على رأس مال بشري وهو كبير جدا، أتوفر كذلك على إمكانيات هائلة التي يمكن استثمارها خلال السنوات القادمة المقبلة. وبالتالي فإن أمريكا تحاول أن تجد موطئا في إفريقيا من خلال عقد قمة، وكذلك من أجل عقد مجموعة من الاستثمارات مع في أي الملفات يمكن أن تحدث أمريكا اختراقا في القارة الإفريقية سيد محمد؟ أنا أعتقد بأن كل الأمور المتعلقة بالأمن هي تهم إفريقيا، كل الأمور المتعلقة بالصحة هي تهم إفريقيا، وكذلك كل الأمور المتعلقة بالتقلبات المناخية، لأن هذه الأمور هي في حاجة إفريقيا في حاجة للمساعدة في كل ما يتعلق بنقل التجربة ونقل التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة في هذا الاتجاه. وكذلك إفريقيا لديها مجموعة من المواد الأولية التي يمكن دخولها، وبالتالي فإن الأمور التي يمكن الذهاب إليها هي علاقة رابح ما بين أمريكا من جهة وبين الدول الإفريقية، بحيث أننا نرى اليوم بأن الرئيس الأمريكي جون بايدن يدافع باستماتة على إمكانية أن يحضر الاتحاد الإفريقي كعضو في يعني مجموعة الـ20، وهذا أمر غير مسبوق على المستوى العالمي. لماذا؟ لأنه هل هي محاولة لاستقطابه أستاذ محمد؟ يعني نعلم بأنه خريطة التوازنات تبدو مختلفة الآن في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية، هل من الوارد أن تعيد الدول الإفريقية بوصلة توازناتها بعد القمة الأمريكية وهذه المحاولات لخطب الود، أو ستبقى في زاوية الحياد؟ بكل تأكيد أنا أعتقد بأن الدول الإفريقية خلال هذه السنتين الماضيتين لاحظت بأن الغرب لم يعرها أي اهتمام، خصوصا عند مواجهة جائحة كورونا. كلنا نتذكر أزمة اللقاحات، كلنا نتذكر أزمة يعني الكمامات على المستوى الإفريقي. وبالتالي فإن إفريقيا اليوم ترى بشكل أساسي يعني مصلحتها في كأول الأمر. اليوم أمريكا لا ترى بعين الرضا هذا الحياد الإفريقي في كل ما يتعلق بعدم إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، هذا أمر يجب الوقوف عليه. وبالتالي فإنها تحاول اليوم أن تجد يعني موطئ أن في إفريقيا، يعني على الأقل أن تحيد يعني الدول الإفريقية في علاقتها مع الصين ومع روسيا لكي تطور علاقتها. وبالتالي فإن اليوم المستقبل هو مستقبل إفريقيا، وأنا أعتقد بأن هذه القمة ستخرج مجموعة من الاتفاقيات ومجموعة من التوصيات التي ستكون في صالح الدول الإفريقية بصفة خاصة. نعلم بأنه يعني القمة ربما أفرزت شكل من أو بالأحرى هي استراتيجية ضمن استراتيجية جديدة أقر بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في أغسطس الماضي، لكن لا نعلم ما هي الخطوط الرئيسية لهذه الاستراتيجية في القارة الإفريقية أستاذ محمد، وضمن أي مسارات ستكون خاصة في المرحلة المقبلة واللي ستلعب فيها خريطة التوازنات دور مهم؟ أنا أعتقد بأنك ما تفضلتي بأن خريطة التوازنات هي أمر مهم. الكل يعلم بأن الصين لديها يعني خط الحرير التي توجه من الصين نحو إفريقيا. روسيا كذلك أصبح لها تأثير كبير في إفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية. وبالتالي فإن أمريكا سوف تحاول أن تعيد استثماراتها في إفريقيا، استثمارات في كل ما يتعلق بالطاقة المتجددة، كل ما يتعلق بالأمن، وكل ما يتعلق كذلك بالرأسمال البشري. هذه كلها أمور يعني مهمة
ممكن ان تتوجه، بحيث نتكلم اليوم عن يعني تقريبا واحد 500 مليار دولار التي يمكن ان يعني ان تستمر امريكا في الدول الافريقيه. كذلك الامر اللي هو مهم جدا هو ان هذه القمه بالاضافه الى رؤساء الدول هناك مشاركه القطاع الخاص ومشاركه ايضا للمجتمع المدني، وبالتالي فان هذا امر ايجابي بالنسبه لهذه التعاون، لان اليوم نتكلم عن تعاون ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع العام، هذه كلها امور اعتقد بانها سوف تغير يعني شيئا ما من مواقف الدول الافريقيه، لان اليوم افريقيا تبحث عن مصلحتها قبل كل شيء. ولها دلالاتها في التوقيت الاستباقي، لانه في قمه روسيه افريقيه ستنعقد في العام المقبل كذلك. استاذ محمد، على كل اشكرك جزيلا لكل هذه الايضاحات، كنت معنا من العاصمه المغربيه الرباط محمد جدري الاكاديمي وخبير الاقتصاد السياسي.